لما بنجيب طفل بنبقى نفسنا نخليه طفل مثالي، نعمل له احسن حاجه، عايزين نربيه احسن تربيه، عايزين نخليه احسن شخص في الدنيا من وجهه نظرنا. كتير قوي بنفكر في الموضوع ده كزوج وزوجه، ازاي نكون اباء وامهات مثاليين، عايزين ولادنا يطلعوا كويسين جدا وحلوين قوي. بس بنتفاجئ ببعض المشاكل، زي مثلا انه زوج يكون سبب او اب يكون سبب في ان ابنه يكره مامته. موضوع صعب قوي. طب لو وصلنا لكده، ايه اللي خلاك تختارها اصلا؟ ايه اللي خلاك تختار شريكتك او زوجتك او شريكه حياتك؟ في الاطفال الصغيرين دايما بيبقوا اهم حاجه بالنسبه لهم فكره الرعايه. اول حاجه لازم نفتكر دايما ان احنا صوره هما بيقلدوها. فكره ان حد يتكلم على حد بشكل مش كويس ده شيء غير لائق تماما، يعني لان في الاخر الاولاد مهما كان عمرهم بيسجلوا اللي بيحصل ده. طيب ازاي ممكن نوصل مفهوم الرجوله للطفل من هو صغير علشان يبقى رجل حقيقي عنده صفات الرجوله والمسؤوليه الحقيقيه؟ كل ده هنناقشه في حلقه مهمه جدا عن الاطفال ضحيه الخلافات الجمعه الجايه الساعه 9 في بيت على الصخر.